راح نهضر في مروان الخيال ان شاء الله ورتب داك الوش. احنا مروان الخيال للدار والشمس راه غرب الدار ما له هي قال مشان تعاود هذا جامع قديم حنا فايتين جاي في الطريق جاي على الطريق راه يصور الجامع الحزمه ديال ديال الجبل شوف هذا المنظر من عبد الله هي اعداديه ابو بكر الرازي دركي العشيه مع غادي تظلم الحال ما بانتش ناصحة بزاف غادي نمشيو من جهة الفصاد ديالها نصورها من الفصاد جهة نورد لا دوار حميدو دوار حميدو هاد الجهة ديال القنت على دوار جابر ومن مورانا لهيها القنت ديال دوار جابر والظهر ديال دوار جابر هنا دايروا واحد الرومبوا ها هي ومعدلوا الطريق الطريق يخرجها للمنزل هاد الرومبوا جات قريبا لهاد الاعداديه ديال ابي بكر الرازي كانت واحد المتتبعة من أوروبا قالت لي صور إعدادية أبي بكر الرازي المهم راني فت عليها كنا خرجنا ضربنا دورة حواسين راني درك فت عليها راني نصورها بصح بصح راه ظلام سمحوا لي على الصورة المهم ها هي غادي نحاول ما أمكن باش نصورها من الفصاد هذه هي إعدادية أبي بكر الرازي التأهيلية في بركان درك راه المغرب وشكرا نورد نسمح لي راني معليش انا وقفتك البلاصه اللي تعجبني نبغي نصورها هذه المقبرة ديال المحمدية الجهة ديالكم كي سميتها نورد الحي ديالكم والذهب والذهب كان هنا واحد السوق ها هو دار سويقة القرب سويقة القرب هاني نوريك فين دار المطبخ تاع المرأة ها هو الدرب ديالنا ها هو الدرب ديال نورد هنايا هذا هو ايه هاي عاد نوريك واد الذهب مر من القبره هذا الرطوب جاي هذا الحي ديال واد الذهب جاي على الظهر ديال المقبره ديال هاي فين داروا نتاع المطبخ تاع المراه ما داروا لانتيسما باش تجي ديالنا كي ولا في هذه المقبره ديال المحمديه اللي مدفونه الوالده ديال الله يرحمها توسع عليها ورحت مجموعة هاي المصدر تاع الطبخ هذه ديال الطبخ هذه هذه اللي دارها هنايا معهد ديال الطبخ داروها سنا كاميراها منا هاي هذه ديال الطبخ شداري داروها جديدة هنايا شداري وا شوف شداري ولا ما شدها هو الدار ديال نور الدين تبان منا
هما اللي هدموا لهم حمام عندنا ما عطاوهم هنا. عطاو لهم هنايا. وهذا لا طاو اللي هدموا لهم عطاوهم هنايا. مزيان الجهه ديال واد الذهب كانوا هدموا فين هدموا اللي في حمام عدا. جيت حمام عدا الوداديه عطاوهم هنايا عمر 60 متر. مزيان والله هما يبنيو هنايا هما يبنيو داروا المشروع. والله لا مليح تبارك الله. جات البلاصه هنايا جات عاليه تبارك الله يعني هاد الجهه هاد وحنا راه فيها ولينا فلانتيس ما اما الدبل ما يعاودوا تقول لينا فلانتيس مليح زياد تقاضي يعني هذا حي لازاري كما راكم تشوفوا ظلام راهم داروا هنا السكن السكن الاقتصادي غادي يمشي كلشي على السكن الجهه كامله غادي تمشي السكن الاقتصادي هاي الجامع ديال لازاري هذه الجامع ديال لازاري